الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين، فمحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة. أحمده سبحانه وأشكره، وعد المتقين الحسنى وزيادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا دنية كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. تأمل في الوجود بعين فكر، ترى الدنيا دنية كالخيال، ومن فيها جميعا سوف يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم دعا إلى الخير بلغ والهداية، وحذر من الشرك والغواية، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا قليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. بمناسبة اندلاع الثورة التحريرية، واليوم نحن في أول نوفمبر، ربي يحفظ بلادنا إن شاء الله وسائر بلاد المسلمين، وأن يعيننا أن نحفظ هذه الأمانة الغالية، أمانة البلاد، وأن نصون بلادنا، وأن نحفظ أمانة الشهداء التي تركوها في أعناقنا، رحمهم الله سبحانه وتعالى وتقبلهم في الشهداء إن شاء الله، وجمعنا الله تعالى بهم في الجنة. أحببنا أن نتكلم اليوم في هذا الموضوع، أن هناك أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون أجر الشهيد. فمن هم هؤلاء الناس؟ راح نتكلم عليهم اليوم في خطبة إن شاء الله، يلهمنا الصواب ويجعلنا من القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة، وهذا من أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول يعلم الصحابة، في بعض الأحيان هم اللي يسألون، وفي بعض الأحيان هو اللي يسأل، وفي بعض الأحيان ينتظر الصحابة قدوم بعض الأعراب فيسألون أسئلة فيتعلموا ويستفيدوا ورضوان الله عليهم. الآن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث سأل الصحابة: ما تعدون الشهداء فيكم؟ يعني انتم في الفهم نتاعكم وينهم اللي تحسبوهم شهداء عند الله تعالى؟ قال الصحابة بفهمهم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. واحد راح يحارب في عدو، قتلوا العدو، مات، فهو شهيد، هذا نحسبه شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لهذا المفهوم الضيق، قال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا قليل. إذا كان تحسبوا انتوما باللي راه الشهيد من غير الإنسان اللي يموت في الحرب مع الأعداء، مع أعداء الله تعالى، يحارب ويدافع لبلاده، جاته رصاصة أو قنبلة أو قتلوا العدو، هذا هو اللي تحسبوه شهيد؟ إذا الشهداء مقلات بمفهوم الصحابة رضوان الله عليهم. فقال، نعود للحديث: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا قليل. بالمفهوم هذا راه العدد نتاعهم يكون قليل مش كثير.
قالوا الصحابة: فمن هم يا رسول الله؟ إذن وين أهل الناس اللي تحسبوا شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون عفانا الله وإياكم، ومن مات في الطاعون فهو شهيد. في بلاصة أصابها مرض، أصابها بلوى عامة من مرض، مرض الطاعون هذا يصيب بلدة بأكملها، ربي يعافينا وإياكم إن شاء الله ويحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. فمن مات صابرا محتسبا مات بسبب هذا المرض فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى، ومن مات في البطن فهو شهيد. والذي ابتلاه الله تعالى بمرض في بطنه أو مرض يؤلمه، وقال بعض العلماء حتى اللي أصابه الله تعالى بمرض السرطان عفانا الله وإياكم كونساز، بمرض خطير يحكم جسمه، فصبر واحتسب لله سبحانه وتعالى مات، فيعتبر من الشهداء، عنده أجر شهيد إن شاء الله. والغريب شهيد، والذي مات غرقا فهو شهيد، لكن يكون على طاعة، مش إنسان في شاطئ وأعزكم الله وكل الحية ما يشعركم خلطة والحية مدائرة وفي معاصي وبدأ بعدين مات غريق كل هذا شهيد، لا، الإنسان يكون مات غريق وهو على طاعة، وهو على طاعة. نسأل الله تعالى أن يتقبل جميع إن شاء الله في الشهداء. والمرأة تميت، حديث آخر، والمرأة تموت في جمع شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسرها بعض العلماء أن المرأة إذا ماتت وهي أثناء الولادة، إذا قدر لها ربي سبحانه أثناء وضع جنينها ماتت، تعتبر عند الله شهيدة، عندها أجر شهيد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليل، إذا تحسبتم من الإنسان اللي مات في الحرب ما في جاهد هو الشهيد، فعدد الشهداء يكون قليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع الدائرة، أرها ربي سبحانه ورحمته واسعة. قال العلماء: هذا فضل من الله. تقول كيفاش واحد مات مريض بألم أو مات مريض ببطنه أو عنده مرض مات يعطيها ربي سبحانه أجر الشهيد؟ هذا فضل من الله تعالى. أو مرأة أثناء ولادتها راحت أعزكم الله تبع جنينها أو مولودها فقدر عليها ربي سبحانه ماتت، فتعتبر عند الله شهيدة لأنها صبرت على هذا الألم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث آخر هذا: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المطعون أي الذي طعن، والمبطون الذي مات بسبب ألم في بطنه، والغريق، وصاحب الهدم من تهدم عليه جدار، واحد قاعد حي صلى صلاته متوضي لبس عليه ولا يستنى في الصلاة قاعد في بلاصة قدر عليه ربي سبحانه وطاح عليه حي طاحت عليه دالة ربي عافينا وصفينا. هذا إذا مات وهو على طاعة فيعتبر عند الله شهيد. قال بعض العلماء يحتسب حتى من مات في حوادث السير، حتى الإنسان اللي مات في أكسيدون ومات على طاعة، مات على معصية، مات على طاعة، قدر عليه ربي سبحانه، مات في حادث مرور، طبقت عليه تاكسي ولا طبقت عليه حاجة، فهذا قاسوها تحت الهدم، والله تعالى أعلى وأعلم. وصاحب الهدم شهيد، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. نعود حديث: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. نسأل الله تعالى أن يختم لنا حياتنا بخير ويختمها على طاعة، وأن يحتسب أجر الشهداء وأن يجعلهم لنا شفعاء يوم القيامة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك لنا خيرا إلا دلنا إليه. يواصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أصناف الشهداء، وقد عد العلماء ما يقارب 20 خصلة من الخصال كلها عندها أجر شهيد، لأن كان بعض الأحاديث
فيها خمسة من أصناف من الناس عندهم أجر شهيد، وكاين حديث آخر فيه سبعة من الناس، وهكذا. يعني العلماء في جمعوا هذه الأحاديث كلها قال لك كاين تقريب 20 خصلة من الخصال كلها لأصحابها، إذا مات على كذا فهو عنده أجر شهيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. كملوا بهذا الحديث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. واحد مش عارف عنده ملك ولا عنده حاجة، جاءوا ناس يحوسوا يتعداوا عليه باش يسرقوا له المال تاعه، ناض يدافع على نفسه، قتلوه وسرقوا له المال تاعه، فهو مات يدافع عن نفسه. او حديث اخر ليدافع على الشرف نتاعه ويدافع على كرامته، خلي الشرف نتاعه يتلطخ او يدافع على ماله، قتلوه. اللي قتله طبعا راح يدي جزاؤه عند ربي سبحانه. لكن هذا الانسان الذي قتل دون ماله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث متفق عليه. الان ما هو اجر الشهيد عند الله؟ سنصبح نتكلم على اصناف الشهداء اللي يحسبهم ربي سبحانه شهداء، ربي يرحم جميع شهدائنا ان شاء الله، ربي يلاقينا بهم في الجنه ان شاء الله. ما هو اجر الشهيد ربي سبحانه وش اعطاه للانسان اللي مات شهيد؟ عن المقدام بن معد بن يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد سبع خصال. الشهيد هذا اعطاه ربي سبحانه سبع خصال، ما هي؟ اولا يغفر له في اول دفعه من دمه. الشهيد اللي راه في الحرب اول بطرة تهبط من الدم نتاعه يغفر له ربي سبحانه ذنوبه، الذنوب نتاعه كل يغفرها، يغفر له مع اول في اول دفعة من دمه، ويرى مقعده في الجنة. هو مازال في الدنيا، شوف بلاصته في الجنة. يحلى حلة الإيمان، يلبس لبسة من طرف الله تعالى تسمى حلة الإيمان، لبسة خاصة يسموها لبسة الإيمان، حلة الإيمان. ويزوج 72 زوجة من الحور العين، يعطيه ربي سبحانه 72 زوجة من الحور العين، لمن هذا؟ للشهيد. ويجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، الشهيد لا يعذب في قبره بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويأمن من الفزع الأكبر، الفزع الأكبر يوم القيامة لما ينفخ، يأمر الله تعالى سيدنا إسرافيل فينفخ نفخة البعث فيخرج الناس من القبور، وتخرج الناس كل ناس كل خايفة وناس كل فازعة. الشهيد واحد من الناس الذين لا يفزعون، الشهيد يأمن من الفزع الأكبر. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. لمن هذه؟ للشهيد، يعطيها ربي سبحانه تاج يسموه تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زيد ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. الشهيد نهار القيامة لما يدخل الله تعالى أو يجعل الناس من أهل النار والعياذ بالله عافانا الله وإياكم، الشهيد عنده الحق في 70 من أهله، كان كاتب عليهم ربي سبحانه ربما يدخلون النار فيخرجهم وينقذهم من النار، أو يدخلهم الله تعالى الجنة في منزل أقل فيشفع عند الله تعالى هذا الشهيد فيرفع درجته في الجنة، يشفع في 70 من أهل بيته. الحديث في صحيح الجامع كما ذكره الإمام الألباني رحمة الله عليه. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احنا مسلمين وأبينا مسلمين، اللهم احنا مسلمين وأنفسنا مسلمين، اللهم خذ بأيدينا إليك وذلنا عليك، اللهم ارحمنا برحمتك ولا تعرفنا بغضبك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم. الحمد لله.